Hello everyone, this is Chef with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. اليوم الوصفة كتير روعة وكتير لذيذة للكيتو دايت ولمرضى السكر. نوضع واحد لتر كريمة. كريمة اللي هي موجودة كريمة طازجة موجودة بالثلاجات ويكون الدهون خمسة كاكاو خام ثلاثة معلقة طعام خمسين جرام مهم الكريمة تكون خالية من السكر قليل من الملح وتقليب باستمرار قهوة سريعة الذوبان معلقة طعام نفس القهوة اللي بنستخدمها للنسكافيه خفيفة والتقليب باستمرار نوضع بديل السكر ستيفيا الكمية والنوع هو اختياري هو متوفر في س... صيدليات متوفر عند العطارين الكمية حسب نوعية البديل السكر شوفوا المناسب البديل المناسب توفر بالأسواق هو متوفر كل الأسواق تقليب باستمرار زبدة خمسين جرام زبدة وليس منجرين المنجرين هي بديل للزبدة وهي ضارة للصحة هي عبارة عن زيوت مهدرجة فقط زبدة وليس بديل للزبدة قليل من الفانيلا بدون سكر تقليب باستمرار على حرارة متوسطة عند الغليان نوضع ثلاث معالق كبيرة جيلاتين بودرة خمسين جرام وجيلاتين البودرة في موجود منه ثلاث أنواع في موجود نباتي وموجود حيواني وموجود من الأسماك من الأسماك هو متوفر عند العطارين متوفر المهم يكون حلال هيك أصبحت جاهزة بعد ما نوضع جيلاتين بنقلب لمدة دقيقتين فقط حتى يذوب الجيلاتين هيك جاهزة بنوضعها بالثلاجة لتاني يوم حتى نتركها حتى تبرد في المطبخ بعد ما تبرد بنوضعها بالثلاجة لتاني يوم والكريمه هي نفسها الكريمه نفس الكريمه تبعت الطبخ فقط تختلف السكر وكمية الدهون هو بيختلف بين كريمة الطبخ وبين كريمة الحلويات كمية الدهون والسكر احنا بدنا دهون تكون عاليه فيها والسكر بدون سكر خالي من السكر هيك اصبحت. جاهزة وضع الكاكاو الخام من ثم التقديم هي كتير روعة الكاكاو الخام لازم نجيبه منخفض السعرات الحرارية أو منخفض الكربوهيدرات فيه يكون يعني يكون نوعية جيدة يكون خالي من كل الإضافات خالي من السكر خالي من كل الإضافات خلينا نجربها وهي كتير 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 روعة في أمان الله تزرونا بوصفة جديدة شكرا كتير لكم اتمنى الاشتراك بالقناة اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة